أهلا بكم أحبتي الصغار، درسنا لهذا اليوم من كتابي في اللغة العربية للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. إذن القراءة لحرف الهمزة. إذن الأسبوع 19 صفحة 87. لنبدأ على بركة الله. ألون المقطع الذي فيه إذن الهمزة أ. إذن صوت أ، يعني نسمعوا الصوت نتاع الالف، نلونوا هذاك المقطع اللي كيتضمن الالف. اذا ألونوا المقطع الذي فيه صوت الالف. لدينا هنا، لاحظوا هنا اصدقائي، ما هذا في الصوره؟ انها إوزةٌ، إوزةٌ، إوزةٌ. إذن لاحظوا معي واسمعوا جيدا، أينما سمعتم صوت الصوت نتاع الهمزة، إذن صوت الألف إي إي وزةٌ. إذن سمعنا صوت الألف هنا إي. لاحظوا معي نكتبوها، لدينا إي وزةٌ. إذن صوت نتاع الألف يوجد في المقطع الأول، إذن إي وزةٌ. نلون المقطع الأول. ننتقل للصورة الثانية. لدينا هنا مائدة، لاحظوا معي مائدة، مائدة. إذن أين سمعنا صوت الألف؟ مائدة. لاحظوا معي مائدة. إذن سمعنا صوت الألف هنا في المقطع الثاني. لاحظوا معي نكتب ما ما إي دا تون. إذن صوت الألف هنا أو الهمزة على الياء. إذن هنا الهمزة على الياء، ما إي الصوت نتاع الأ إي، مائدة. إذن سمعناه في بين المقطع الثاني. إذن لون المقطع الثاني مائدة. إذن لاحظوا معي هذا ماء. إذن الهمزة، لاحظوا أين سمعتم صوت الهمزة؟ أون أن ما أن. إذن في المقطع الثاني لاحظوا معي ما أن. إذن سمعنا صوت الهمزة هنا أن. إذن هنا سمعنا صوت الهمزة. إذن على هذا الشكل. إذن ننتقلوا للثانية. ألونوا المقطع الذي يتضمن صوت هذه الهمزة. إذن لدينا أ أ س دون. إذن لدينا المقطع الأول أ. يتضمن صوت نتاع الهمزة أ. إذن لدينا سا إي إي. إذن إي الهمزة على الياء. لدينا حذاء أن. إذن الهمزة على السطر.
دان همزة على السطر. ننتقلوا لثالثا. أقرأ. أ أظافر. أو أسس. إي نائم. أ سؤال. أو رؤوس. إي زائر. أن حساء. أن مساء. إن دا إن. إذا غادي نحاول ما أمكن نقرأ ببطء ونقرأ لكم بطريقة المقاطع. إذا لدينا أ ظ ف ر أ ص ص ثلاثة المقاطع. ن إي من ثلاثة المقاطع. سو آل ثلاثة المقاطع كذلك. رو أو سن. زا إي رون. ح سا أن. ما سا أن. دا إن. إذن ننتقل الجملة الموالية. أحتسي حساء أمي إزة مساء. إنه لذيذ. أحتسي حساء أمي إزة مساء. إنه لذيذ. ننتقل للصفحة الموالية. حرف الجيم. أحدد المقطع الذي فيه صوت الجيم. لاحظوا معي الصورة الأولى. إنه جمل. جمال. جا. إذن أين سمعنا صوت الجيم؟ إنه في المقطع الأول. نكتبه باش هكذا يزيد يوضح لنا أكثر. جا ما لون. إذن جيم في المقطع الأول. جا لونه المقطع الأول. ننتقلوا المقطع الأول. إذن جا ما لون بطريقة تصفيق. جا ما لون. كل تصفيقة بمقطع. ننتقلوا لاحظوا الصورة. ما هذا يا أصدقائي؟ إنها شجرة. شجرة. إذن لدينا شجرة. جرة. أين سمعنا صوت الجيم؟ إذن سمعناه في المقطع الثاني. حاولوا نكتبها. ش جرة. شجرة. 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 إذن صوت الجيم هنا في المقطع الثاني. لان هنا ننتقلوا الصورة الثالثة. لدينا هنا هذا الكرسي. هذا شنو نقدروا نسميه هنا في جوج المقاطع. لدينا سرج. سرج. اين سمعنا صوت الجيم؟ اذا في المقطع الثاني. لدينا لاحظوا سر جن. سرج. إذن سمعنا صوت الجيم هنا في المقطع الثاني.
نولو هاد الخانه سرجل. إذن سرجل. ننتقلوا ثانيا، إذن ثانيا أحددوا المقطع الذي يتضمن صوت الجيم. لدينا جراب، إذن المقطع لونه هذا المقطع اللي كيتضمن الصوت نتاع الجيم، إذن جي جراب. لدينا دجاج، لدينا مقطعان يتضمنان صوت الجيم، إذن هذا المقطع الأول الثاني والثالث كيتضمنوا الصوت نتاع الجيم. حنا كيطلبوا منا هنا غير الصوت، كنسمعوا الصوت وليس الحروف، الصوت ديالو دجاج. إذا لدينا جرس، إذا هنا صوت الجيم. إذا ننتقلوا أقرأوا ج جمر، جو رجل، جي جسر، جا دجاج، جو جود، جي عجيب، جن نعاج، جن زجاج، جن عاج. نقرأ بطريقة المقاطع، جم رون مقطعين، را جو لن ثلاثة المقاطع، ثلاث مقاطع، جس رن مقطعين. إذن دا جا جن، دا جا جن، جو دن، دن مقطعين. لدينا ع جي بن ثلاث مقاطع، ني ع جن ثلاث مقاطع، زو جا جن ثلاث مقاطع، ع جن مقطعين. إذا ننتقلوا الجملة التالية، حجاج رجل جواد، جاد على محتاجين بدراهم، حجاج رجل جواد، جاد على محتاجين بدراهم. ننتقلوا الصفحة الموالية، إذا أقرأوا، إذا عندنا الهمزة بكل أشكالها، إذا أ أ أن أو أو أن إي 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 إن، زأر فؤاد بئيس رؤوف بئر، جا جا جن جو جو جن جي جي جن، جراب زجاج مجيء، نعاش محجوب جائعة، أطعمها محجوب برسيما. إذن البرسيم وهذا. ننتقلوا الصفحة الموالية، احذفوا، لدينا هنا ثلاث مقاطع، غادي نحذفوا واحد المقطع باش كيعطينا هاد الصورة. هذا لدينا سماء، اذا نحذفوا س تعطينا ماء. ماء. لدينا جدار، نحذفوا واحد المقطع تعطينا ماذا؟ دار، إذا نحذفوا المقطع نتاع الجيم.
إذن جيم. ترجعنا دارون. دارون. أضيف راء. إذن لدينا هنا ما هذا؟ إنهم جراء. إذن نضيف حرف جيم. جراء. جراء. لدينا هنا راء. لاحظوا هذا فراء. 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 إذن لدينا مرعى. لدينا مرعى. مرج. نعاج. بهائم. ماء. أخط ثم أنقل. لدينا أو أ أ إي أو إي. نحاول نعيد هاد التخطيط على هادو اللي كيبانو باللون الرمادي. لدينا جا جي جي جون. كذلك نعيد على هاد الحروف اللي باللون الرمادي. نكتبو هنا نعيد نقل هاد الحروف. اي دان الهمزة. اي او او اي لدينا جو. جن. لدينا جن. لدينا جا. جا. لدينا جي. جي. لدينا جن. إذن ننتقلوا الكتابة التفاعلية. إذن الكتابة التفاعلية أسود أكتب جملة عن كجمولة. إذن لاحظوا هنا كجمولة ماذا تفعل كجمولة؟ كجمولة ترسم حروفا على التراب. إذن كجمولة ترسم حروفا على التراب أو كجمولة ترسم. كجمولة ترسم على ترسم ماذا؟ ترسم حروفا. إذن حروفا. على التراب. على التراب. كجمولة ترسم حروفا على التراب. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. نتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم. نتمنى تكونوا استفدتوا. إذا كانت هذه أول مرة كتشاهدوا قناتي فمرحبا بكم في القناة. تشاركوا فيها وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم باش هكذا تعم الفائدة. ونتمنى لكم دائما التوفيق مرة أخرى. وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.